هذايا توا هذايا موتور 1.9 نتاع بارتنير، وشوف هذايا موتور 1.9 نتاع بارتنير، اللي يشوف هكا يقول هذا موتور بارتنير، ما فيش حتى يعني علامة اللي هو نتاع سيارة أخرى. هذايا توا اللي يشوفه من هنا يقول موتور بارتنير 1.9 ولا 306 ولا المهم موتور بيجو ولا ستروين، هذايا اللي يشوفه من هنا. وهو هذا يركب على تويوتا، تويوتا كورولا هاو ان دبل في زد عاملينو. هذه هنا ورقه تويوتا، جاي تويوتا ديزل، ثم منهم فيه منهم راكب على تويوتا، هذا راكب على تويوتا. شفتوا في تراك يا جاه هذا كيف كيف مكتوب عليه كورولا، البوات على السرعه مكتوب عليها تويوتا كورولا، حتى الجعب الواحد مش كيف كيف. هنا هذا مش مراكب على تويوتا كورولا، شوفوه حتى السيبور من لوطا مش كيف كيف، السلاسيون مش كيف كيف، كلهم مش كيف كيف. هذا هو 1.9 ديزل نتاع نتاع البارتنير نتاع البيجور والستروين، هم مركبينه على تويوتا، موجود منه على تويوتا. شفتوا هنا حتى السيبور عاملين سيبور خاص بالتويوتا هنا كاردون، البوات هي بيدها مخلينها ما زادينها سيبور حديد، شفتوها زينا سيبور حديد من هنا باش يركب على التويوتا، ومن فوق الفيتاسات زاد كيف كيف عاملين لهم بلاكا وسيبور يعني زايدينهم حاجات باش يمشي على التويوتا، وعاملين له ترومبة لامبرياج بالزيت، ترومبة لامبرياج بالزيت عاملينها مش بالكابل، يعني شوفوا يعني ما ها زاد حتى نتنى تير تويوتا، نتنى تير تويوتا، نتنى تير تويوتا. ولا تيوس ما عدا الموتور بيجو عاطينه اسم سمينه 1WZ ها دبل في زد ها واي زد. هذا وما هو بارتنير عادي ترومباروتو، ما فيش حتى اختلاف، كلها كيف كيف بالترومبا بومبي نتاعو بالجور بالكولكتور كل شيء. الفرق في بعض حاجات برانيه، اما كموتور هذا نجم نحوه هذايا الموتور وانا ركبوه بارتنير، يمشي هذا يمشي بارتنير يمشي، اما هو كامل يمشي تويوتا، اما اللي كان ما يركبش تو احنا باش نركبوه على تويوتا كورولا تاكسي ونشوفوا اللي فيها، خاطر التاكسي اللي فيها موتور هي الاصلي عندنا هذايا، قلنا اقترحنا عليهم ولا قلنا نركبوا لك هذايا ونشوف، ما باش نشوف نركبوه ان شاء الله يمشي معانا وينجح.